ازيكم، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. وفيديو جديد على قناتنا، لو لسه ما اشتركتش معاه في القناه يا ريت دلوقتي تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. النهارده هنتكلم عن 8 طرق لو عملتهم ان شاء الله الناس كلها هتحبك وهتثق فيك وهتحب ان هي تقعد معاك في المكان اللي انت قاعد فيه او هتخرج معاك في المكان اللي انت حابب تخرج فيه. انا كده كتبتهم هنا في ورقه عشان ما انساهمش. اول حاجه ان انت ما تتكلمش كتير في اي حاجه انت مش عارفها، سيبهم يتكلموا براحتهم، وبعد كده ابدا ان انت تسمع كتير، وبعد ما تسمع ابدا ان انت تتكلم. خليك كده عندك يقين وخلي عندك كده ثقه ان انت لازم تفضل قاعد ساكت عشان الناس ما تتعودش عليك ان انت بتتكلم كتير، وفجاه لما يلاقوك بتتكلم يقعدوا ويسمعوا لانهم عارفين ان انت بتسكت، ولكن لما بتتكلم بيكون كلام مهم جدا. يبقى كده دول اول اتنين، ان انت ما تتكلمش كتير وتسمع قبل ما تتكلم. بعد كده كن صادق في كلامك. بعد ما بتتكلم خليك تكون بتتكلم عن كلام صدق. يعني ايه؟ يعني ما تحاولش ان انت تجمل نفسك، ما تحاولش ان انت تجمل اي شخص، لا، حاول ان انت كل كلام انت بتقوله لازم يكون صادق ويكون عن تجربة شخصية عشان الناس تثق فيك وتعتبرك انسان صادق مش بتكذب ولا بتلون الكلام. فلازم الناس تعرف ان انت كلامك صادق عشان يحبوك. بعد كده ما تقولش حاجة وتروح تعمل غيرها. لو انت قاعد في اجتماع مع ناس وبدأت ان انت تتكلم وتحكي وتقول ان انت هتعمل كذا ان شاء الله، يبقى لازم تعمل الحاجة دي عشان ما ياخدوش عنك فكرة ان انت بياع كلام او بتاع كلام. لا، انت قلت انا هعمل الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني، يبقى حاول ان انت تبذل قصارى جهدك عشان تعمل الحاجة دي وياخدوا عنك فكرة ان انت لو قلت اي حاجة يبقى عارفين انهم واقفين على حتة ثابتة، عارفين اننا لو اعتمدنا على الشخص ده انه قال هعمل كذا فبالتالي هيعمله. هتكون حاجة كويسة جدا وبوينت الناس هتحبك عشانها. بعد كده لازم تتفهم موقف الاخرين. خلي عندك كده قلب، ما تاخدش كل حاجة على نفسك او على الشخص اللي قصادك. حاول تفهم الشخص اللي قصادك ده بمانع معاك في ايه، او ايه المشكلة اللي بيخليه مش عارف يربط معاك او يعمل كونكت معاك. افهم وجهة نظره، ممكن يكون بيقول وجهة نظر كويسة انت نفسك ما خدتش بالك منها. فلازم تستمع لوجهات النظر بتاعة الاخرين وما تحكمش رأيك على حد، لا، اقعد شوف وجهات النظر المختلفة، لان احنا مختلفين فاختلافنا رحمة، واختلافنا ممكن يولد حاجة انا وانت ما كناش نعرفها، ولكن مع اختلافنا واننا نسمع وجهات النظر نطلع حاجة حلوة تظبط الدنيا. فلازم ان انت تتفهم موقف الطرف الاخر عشان تكونوا الدنيا معاكم تكون كويسة. بعد كده ساعد غيرك. لو انت تعرف تساعد غيرك في اي مجال ما تترددش لحظة ان انت تساعد غيرك، لان انت لما تساعد غيرك في حاجة انت عارفها ربنا ان شاء الله هيبعت لك حد يساعدك واكثر منك خبرة ويساعدك في المجال اللي انت فيه، وبالتالي هي دايرة خير. انت بتساعد غيرك فغيرك بيساعدك، لان بيقول لك ايه، الخير دايرة مغلقة بيلف ويرجع لصاحبه تاني. بعد كده هتحترم الجميع بلا استثناء. احترم لو انت في شغل، احترم من الموظف الصغير لحد المدير، احترم كل الناس. طالما محدش غلط فيك احترمهم، وطالما الناس ما ضركش يبقى هم حرين في انهم يعملوا اي حاجه، ولكن لابد من ان انت تحترمهم وتقدرهم. بعد كده ابتسم دايما، حاول ان انت تبتسم دايما. يعني مفيش حاجه تخليك ان انت تفضل كئيب في وش الناس، وش الناس ما تكونش كئيب قصادهم. ليه؟ لان هم ما لهمش اي ذنب او اي علاقه باي حاجات شخصيه ليك. فدايما قابل الناس بابتسام، تبسمك في وجه اخيك صدقه. ده حاجات بسيطه كده لو عملتهم كل الناس هتحترمك وكل الناس هتحبك.